مش هيدا كلامي لإلكم اليوم. كلامي لإلكم اليوم بكل وضوح هو التالي: من يكاد، من يكاد وغلظ وتقل دم على الأرض وفسحات، ومثل ما بسميها شيخ بطرس توزوف بقى لكل توزوف، بيروح على المدرسة بلا فرد، ويلي بيطلع عباله يفوت يلعب فليبر بيفوت يلعب فليبر بلا فرد، ويلي بده يروح على المدرسة أو على معمله أو على بيته بلا فرد، وعلى السينما بلا سلاح. بدكم ترجعوا تكونوا بني آدمين، بدكم ترجعوا تحطوا براسكم هالمنطقة هيدي انضبطت. كل تحضيراتنا اليوم بدها تروح على الدمور وعلى الشوف وعلى جزين وعلى البقاع وعلى جبل يلي بعده محتل. بقلب مناطقنا بنرجع منعيش حضارة، بقلب مناطقنا بنرجع منعيش شباب طيبين بين بعضهم، بقلب مناطقنا كل مظاهر قتل الخرب بدها توقف. بترجاكم هيدا يلي جاي إلكن ياه، بتزموا كلكم وبتاخدوا زاوية، بتقطفوا الريعة، ما بقى في مجال لمنيكات ولا بقى في مجال لفصحات، سلاح ودشكيات ومية وستة على الطرقات منا بقى بحاجة لإلهم. بترجعوا كلكم بتعيشوا كأولاد عيال، بترجعوا كلكم بتعيشوا كتلاميذ، كتلاميذ أخويات وكتلاميذ جمعية مار منصور. ما بقى عايزين زعرانات، ما بحياتنا عزنا زعرانات. حتى الأبضيات اليوم ما بتترجم بالشارع، عندكم رئيس قسم بكرة بيعملكم عقيدة قد ما بدكم، بيعملكم فلسفة عقيدة قد ما بدكم، بيعملكم سياسة، بيعمل تظبيط أوضاع المنطقة، قضايا العسكر. طالما هالجيش الباسل هلأ موجود على الحدود لنشوف شو رح يطلع منه. إذا بكرة فرط على الحدود نحن حاضرين ناخدها مثل ما أخذناها بال75، وإذا بقي ينظر على الحدود أو بقي بنوع من وقف إطلاقنا عظيم، خلي يكون هو هنيك لنحن نرجع نتدرب، نرجع نتنظم، نرجع نتسخر، نرجع نرتاح.